في 174 نقطة نقطة بيع ثابتة. هذه النقاط البيع ستكون فيها متوفرة مختلف منتوجات الصيد البحري بما في ذلك مختلف منتوجات التحويلية وكذا مختلف منتوجات الصيدية. العملية انطلقت يوم أمس وكان هناك إقبال كبير بالنسبة للمواطنين حيث لقينا استحسان كبير من ناحية المواطنين. هناك أيضا عدة نقاط بيع متواجدة في نقطة في مناطق الجنوب على غرار ولاية ورقلة توغرت بالسكرة بشار. منتوج أو متوفر في جميع نقاط البيع المعتمدة بطرف الغرفة الجزائرية وأسعار مقننة تشجع جميع المواطنين باش يقصدون نقاط البيع أو محل تجاري الخاص بالغرفة.